ورتل أي ربي وامتثل وقل جنان بني إن صح العهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من مسابقة آيات ومعاني. لقد كان هم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس جميعا إلى الدخول بالدين الإسلامي، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك طريقا إلا ويسلكها في سبيل توضيح الدين للمشركين، وقد كان يدعو دائما لكبار المشركين وأقيائهم بالهداية ليعز الله تعالى الدين بهم ويزيد من قوة المسلمين. وقد كان القرآن الكريم ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر، كما أمر الله عز وجل كان ينبه الرسول والصحابة من خلال الآيات لأي تصرف غير مناسب سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الصحابة لتصويب مثل هذه السلوكيات وبين موضعها في الدين الإسلامي. اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بكل الصفات الكريمة التي تنزهه عن النقص، ولكنه في النهاية بشر قد يخطئ في بعض الأمور البسيطة والهينة والتي لا تنم عن أي نقص فيه، ومنها صدوده عن عبد الله بن مكتوم الرجل الأعمى الذي لا يبصر ما حوله. فقد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه أمور الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كبار من المشركين، وقد صد عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، وكرر عبد الله بن مكتوم من غير علم منه أن النبي مشغول في دعوة المشركين. وقتها كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بدعوة المشركين طمعا في إسلامهم وهدايتهم، ولكنه مع إصرار عبد الله بن مكتوم حبس النبي صلى الله عليه وسلم وتضايق، فنزلت السورة معاتبة إياه على عبوسه. ومن ذلك اليوم أكرم النبي عبد الله بن مكتوم أحسن تكريمه، وكان يناديه دائما مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. في الجزء 30 وردت آيات تصف قصة موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم وعطاب الله له. اذكر رقم الآيات واسم السورة الكريمة. لا تنسى أن الله عز وجل خلق لك كثيرا من النعم، فكن لله شاكرا. ولا تنسى أصحاب الهمم العالية، فهم يحتاجون منا الرعاية والعناية وحسن المعاملة،